والحين خلونا ننتقل للجزء المهم في حلقتنا، هو تحضير سفرتنا الرمضانية، ونشوف ايش مجهزت لنا اليوم شيف ضحى من وصفات. اهلا وسهلا فيك شيف. شيف ضحى الرائعة والمتألقة والعالمية حماس حبيبي وصاحبة الأيادي الذهبية الله الله والطبخات الرائعة الله الله ايش الحلاوة هذه حبيبتي حبيبتي اهلا وسهلا مبدعة من إبداع لإبداع الله يسلمك كلهم طلعينا جيعانين شفتي شلون؟ لا ترى أمس طلعت لنا طبخة فجأة كذا من لا شيء طلعت لنا طبخة يعني الطبخ سهل والله كنا خايفين إنه ما في مقادير قلت لها كل شيء فيك هو دائما الشيف المبدع هو يبتكر ايش محضرت لنا اليوم سليك سليك على اي طريقه شوفي انا احط حليب في يعني حق اهل طايف طايف بدون حليب بس بلبن يتهيألي او لا بدون بدون اصلا بدون ولا شيء وباللحم يتهيألي وباللحم ايه؟ مرق اللحم الحين في ناس تحط مستكه انا ما احبها مره لذيذه تمرر يا اختي المستكه سلاح ذو حدين صح اذا استخدمتيها صح ممتازه اذا زدتي سنه تمرر حلاوتها كذا نقطة ومكملة نقطة بس في ناس تكثر فيها يعني لا صادقة صح فايوه حسوي لكم سلطة مرة حلوة ومقرمشة ولذيذة كمان الله ويحطوا مع الصديق ترى شبس يقطعون البطاطس دوائر هذه جديدة عاد الا ولا كل الحب صحرين انتم مدينة كذا؟ لا اهل مكة كذا احنا نحط قالب زبدة كذا على الوجه لا هذا زبدة ايوه انا مجهزة زبدة كثير هذه الحالة بس هم على جنب يجهزون لك بطاطس مقلي يقطعونه دوائر دوائر ويبلونه لما يصير كذا زي الشبس ليه ما سويتي لنا شيبس يا ضحى؟ بسوي كل شيء موجود طيب يلا على المطبخ عشان نكسب الوقت تفضلي شيف ضحى انا اروح مع الشيف صح؟ اليوم انا دوري مع الشيف، طب واذا انا رحت مع الشيف من اللي ريم الله يعينك يا ريم. يعني شيف ضحى في دائما يقول لك الرز السليق او اكله الرز السليق مرتبطه بفريق معين عندنا في السعوديه، عرفتها الحكايه دي ولا لا؟ ما تعرفي؟ احكي لنا يا هلا والله. ايش الفريق اللي دائما لما يفوز يصلحوا سليق بعد ما يفوز؟ هذه معروفه. بعد ايش؟ لحظة عيدي السالفة أقول دائما السليق مرتبطة بأكلة بالزواجات بالزواجات بالمناسبات السعيدة بالفوز احنا دائما لما نفوز فريقنا نصلح سليق صراحة لا من الفرحة طيب شوف خلينا نطلع ونقول وش المقادير طيب أول شيء عندنا دجاج اللي شوفوا في ناس الحين تسويها صدور في ناس تسوي الدجاج بعظم أنا دجاج مسويت له البراين هو 3 ملاعق ملح 3 ملاعق كل يوم حعيده ليه أيوة والله هذه لأنها مرة مهمة الوصفة دي صراحة أيوة وبعدين ليمون مع هذا بس نقع من الليل هنا كوب من الليل تنقع؟ أفضل أوكي هنا كوب رز مصري تمام الرز المصري ترى يتضاعف يعني يصير أدبال يعني لا تكثرون يعني إذا أنتم بالعادة بالرز البسمتي تطبخون كوبين العيلة يعني 6 أشخاص الرز المصري كوب واحد بالسليق وفي ناس يحطون رز مصري ويمجون وفي ناس وفي ناس رز امريكي طيب وعندنا حليب وزبده وملح وورق غار والمقادير طيب ايوه الدجاج انا حطيت له بهارات خاصه فيه وبدهنه معجون طماطم الدقس طماطم وثوم وكزبرة وفلفل حار ونقطة خل الله واللي يحبوا أحمر يحطون شوي معجون طماطم حلو طبعا ذكركم مشاهدين المقادير كلها راح تكون موجودة قدامكم حليب. على الشاشة حليب يحبون سايل يحبون باودر اللي براحتك طب أنت بتقييمك تحسين الباودر ألذ ولا السايل شوفي الباودر أدسم يعطي دسامة بس أنا معوضة عنها بالزبدة والحياة سهلات المهم انه يطلع حلو كذا هيك جديد بين اكل اي وبعدين هذا مره حلو برمضان انه ما يعطش ما في بهارات صح. كثيره ما في اشياء كثيره ولا في ريحه الطبخ والبصل والكشنه وذي الاشياء لا شيء بسيط مره الكشنه هذه مشكله عشان كذا دائما اقول سووها كميات وحطوها في الثلاجه على قد ما معقول الواحد حاولت على قد ما حاولت اني انا الكشنه تكون بالثلاجه او بالفريزر حجزت استسيغها ليه؟ انا ما احب اي شيء مفرزن احب دائما فرش كل شيء فرش طيب انا شوفي انا ايش اسوي؟ انا احط عليه زيت كميه كبيره واخليه في الثلاجه، انا اي شيء يدخل الفريزر انساه اوكي يعني اي شيء يدخل الفريزر خلاص انساه يروح عن بالي ما ادري ليه حتى لو كشنه؟ احس كشنه تحتاجينها يعني المفروض تطلع كل شوي خلاص حتى لما اشتري جبنه يعطوني كميه كبيره يكون كذا مغلفه يقول لي حطيها بالفريزر قلت انا اي شيء يدخل الفريزر انساه اوكي احب الشيء فريش انا بجرب عشان يا رجل. ان شاء الله اليوم باخذ معي واحد بتعلم عليه مع ضحى حتحمر الدجاجه يا شيف ضحى ايوه بس تطلع حطيت ورق غار شوف استني نسينا الملح اصلا
صح دائما يقولون الملح افضل تحطونه اخر شيء صدق مع مع لا اله الا الله مع اللحم مو مشكله بس مع الدجاج لا ما يفرق الدجاج 16 دقيقه هو مستوي ذايب شوفي اول شيء تحطينه هنا زين طيب شوفي حطها هنا عند اغلق حتى انا لخبط طيب ايش رايك فيني انا اجرب؟ خلاص خليها خليها لبعد الهواء كل مره تسوي فيني لا انا 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 خلاص ها يلا تسكر خلاص خليها كل مره تسكر انشف فيها طيب خلاص الحين حنسوي الدقس اللي هو طماطم وثوم انا احب الدقس بارد يعني اسويه واحطه ايش؟ بالثلاجه بالثلاجه احلى شيء ايه وهذه طبختي الأولى تقريبا كذا جاهزة طب أنا سؤال مهم شيف ضحى بالنسبة للحليب الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة ولا يكون بارد عادي لا أحسن يكون بدرجة حرارة الغرفة يعني أحسن يكون طالعينه قبله بوقت وعادي يعني لا تستنوا أحسن يكون قبله بوقت وجاهز ممتاز طب وعادي يكون مثلا كامل الدسم قليل الدسم ولا ممكن نستبدل بكريمه لا السليق كامل الدسم اكسترا دسم اكسترا دسم السليق لازم اكسترا دسم ها ما ينفع أنا لا ما ينفع بس الشيء المهم في السليق طيب انكم ما تحطون الحليب بدري اخر شيء بعد ما اخر شيء لو في ناس تحطه بدري فيحترق مزبوط الحليب على طول يعني الحليب يبغى له مره انتباه عرفتي لانه هي شوف السليق هو تكنيك صراحة لأنه لو غلطة واحدة ممكن يطلع الرز ما هو مستوي أو ينشف الحليب بالمرة زي ما قلتي فأعتقد أنه لازم الرز يكون مرة مستوي الرز مرة مستوي أيوة في ناس تضربه أنا لا أنا أحب أشوفه قطع صراحة تضربه في الخلاط لا في ناس يعني تضربه زي الهريس والجريش كذا أنا لا أحب أشوفه كذا يعني قطع ترى الدقس ما في أسهل منه ولا في ألذ منه طبعا السبايسي تحبون زي ما تحبون تحكمون تحكموا لا انا سبايسي تحبين سبايسي؟ احس اللي ما ياكل حار إيه؟ مو مسترد بالاكل صدق؟ والله رايحه على متعه الاكل كلها نحط كزبره في ناس تكثر في ناس تحط شويه هو الافضل اكثر ولا شويه على حسب ولا على حسب كل واحد؟ والله هي عادات تقاليد في ناس تكثر ناس تحط شوي ناس تحط شويه معجون طماطم عشان اللون ناس ما تحط على حسب نقطه خل ناس تحط ليمون كل منطقة كل بيت وله دقوس الآن ضحى حطينا الطماطم قطعناها شوي طماطم وقطعة ثوم وكزبرة نقطة خل خلاص كذا صار عندي جاهز وفلفل حار طبعا نرجع عندك كلكم مشاهدينا أكيد راح تلقون كل هذه المقادير موجودة عندكم على الشاشة شيف ضحى بدي أسألك بالنسبة للدقوس لأنه في ناس يمسكوا الطماطم يشوحوها كذا على العين شوية لا في دقس مستوي وفي دقس مو مستوي ايوه شفتي إيه؟ في فرق يعني في فرق بس حق السليق لا لازم حق السليق عادي اللي هو ايوه الفريش هذا ممتاز على فكره يعني هو كمان يسمى يعني يشبه السحاوق اليمني سحاوق بس حطوا عليه جبنه بيضة نفس هذه المكونات تخيلي أيوة. مع جبنه بيضة مع جبنة ياكلوها كذا مع خبز الله هذه زي ما احنا نسوي مثلا الجبنه الابيض نحط مع الطماطم وكذا أيوة. وبقدونس واشياء بالضبط بس كذا خلاص صار جاهز ولا اسهل تخيلوا الحين بس احنا بس يستوي الدجاج حنحط الرز وبعدين الزبده وبعدين ندهن الدجاج ببهارات ومعجون طماطم ونحطها بالقلاية نطلع الدجاج من الرز أيوة. ونحط الزبده وال ايوه والاشياء ترى مرحله انك ندهن الدجاج ونحطها في فرن تي مو سهله ليه؟ لانه برضه هذه يبغى لها تكنيك عشان لا تنشف الدجاجه لا او تطلع شوفي. مره ناشفه دائما الفرن شغلوه قبل بنص ساعه ممتاز 45 دقيقه وبس من فوق ما حتطلع ناشفه وفي شغله حنحط بهارات مشكله مع معجون طماطم وناخذ من مرقه الدجاج شويه ونرطب الدجاجه يعني لا تخلونها ناشفه مره حطوا في الصينيه شوي من مرق الدجاج ما حتنشف عليك لا واحس اذا دخلت الفرن يعني هو يبي لها التحمير شوي دقه خمس دقائق يعني ما راح تطول فما راح تنشف ايوه اكيد حنتابع معك كل التفاصيل ونتعلم منك دائما شيف ضحى خلينا ننتقل